طيب ما ازيك هو معك شباب وزيك سمنتر، نرجع تاني مع الشوكيس بتاع 2K اللي هي بيست فريند بيتر انمي. فالمواد هعمل لعبة من غير اديت، نخلي الماتش من غير اديت عشان اشوف هيعجبكوا ايه اكتر، اديت من غير اديت، قولوا لي انتوا شايفين ايه الاحسن. طبعا بالاديت اللي انا بجيب الحتة المهم من الماتش وكده، ولا من غير اديت بنخبط نفسي في ايدها دلوقتي، او من غير اديت زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. الموديل بتاع تريبل اتش القديم، مش عارف حاسس شكله غريب، حاسس شكله غريب بس مش عارف ليه. اوكي كين حبيب قلبي، كين دلوقتي كين بقى مسخره، كين دلوقتي بقى كل الناس بيتضرب، يعني مش فاهم ايه القرف ده. يا ايام زمان ساعه ما كان وحش مانستر. الايام بتتغير. طيب هلعب بمين؟ هلعب بكين. حلو قوي، المفروض انا اللي افوز في الماتش. بقول دخل تيبل اتش انسايد ذا كاسكت، بس السؤال هنا الماتش ده مش موجود في المنيو بتاع الماتشات في اللعبه، ممكن تفتح لي بعد الشوكيز دي؟ خلينا نتمنى. لا اوكي، مش ما فرقتش. ايوه يلا يلا، بص انا ضربته فين بالظبط. احتاج بضربه في حتت حلوه قوي، مش فاكر كان بيعمل حركات زي كده بس قشطه. يعني او بلعب لعبه على الليجندري، لان انا بتلعب اللعبه دايما على الليجندري، اللي هي نفسي يعني يكون حد منكم، لو حد منكم عنده لعبه على البلايستيشن 4 يقول لي، عشان انا عايز العب ماتشات اونلاين مع ناس حقيقيين على اللعبه دي، عشان ال 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 الكمبيوتر او بلاي ستيشن يعني بتاع اللعبه ما بقاش في تحدي، حاسس ان مفيش تحدي خالص الاوقات دي. يعني انا اللعبه دي فضلت العبها كتير اول درجه، ما بقتش حاسس ان في تحدي خالص اساسا، فاللي هو انا عمال اقول الكلام ده انا عمال اتضرب دلوقتي، ودي ده المفروض ما يحصلش. شو تعال ازاي سبقني ما اعرفش، بس ماشي. تعال يا عم، تعال يا عم. اوكي بتفلت، ده وقتك يعني. ها طيب ده وقت ان هو يفلت. حلو، انا مش هتكلم خالص، تو ليت. طيب ماشي تو ليت، تعالي بقى. اوكي ايوه كده، اخيرا رجعت الماتش تاني. تعال عم هات وشك شويه نبهدله، عشان ليه كده؟ اوعى المشكلة ان هم سايبين انيميشن حاجة بقالها 15 سنة زي الضربة دي، بقالها 15 سنة في اللعبة عمرهم ما فكروا يغيروها، مش فاهم الكسل ده. ما غيروها والله، هتاخد وقت لو غيرتوها. تعالى دعم تريبل اتش. هو السؤال بس، انا ازاي ادخلها السنة دي؟ الكاسكت ده اساسا انا ما اعرفش. ايه ده؟ اول حاجه ما اعرفش ازاي افوز فيها. طيب تعالى سوبلت، المفروض اعمل ايه؟ بتثبت ده بيقومه. طيب سينيتشر، ايوه برفورم شوك سلام، مش طب ناي شارج فينشر. يلا ايدي شوك سلام اخيرا. ايوه اوكي طيب. اوه لا ايه ده، من ده شو مايك جلوع ولع. حلو قوي موضوع الشو كيس ده، انا الحاجه اللي عجباني قوي في 2K اساسا. عجبني قد ايه ان انا قاعد ميت ولكن في حاجه بتحصل، انا قاعد ميت خالص على الجنب. اوكي اجري بقى شو مايك، عشان انا قمت عشان كده هضربك لو لقيتك بوشي. ايوه لسه لازم اعمل شوك سلام.
He's not exactly popping up to his feet here. Well, what do you expect, Michael? Did you see what just happened? ممكن لو شديته ادخله مثلا جوه ولا حاجه. معرفش ازاي المفروض، معرفش ازاي المفروض افوز في الماتش ده اساسا. انا هفضل اقعد اكمل ضربي في لغايه اما يقول لي ده، اذا قال لي اساسا ده لو كان قايل لي في ال... لا مش قايل لي رولا. طيب يلا ايه اكس، كانت اكس على فكره. ما تضرب بقى، ولا واحده جت فيه، ولا واحده من دول جت فيه، ولا واحده من دول جت فيه. حلو قوي. ايه ده ده اسمه ايه ده؟ ها اوك، حلو قوي الريفرس دي، حلوه تحفه تحفه. قوم تحفة قوي تحفة قوي. يلا خلص عليه. ايوه كده. ايوه هي، بس ما فتحتش ماتشات الكاسكت. ايه القرف ده؟ ما كتبليش ان انا فتحت ماتشات الكاسكت للاسف. قال ان انا فتحت كين، فتحت الحلبة بتاعت الرو بتاعت 2002، كانت 2002 الكلام ده صح؟ والله ما فاكر. مايكل فرحان قوي ان انا فزت. ولو شاطر يقف على التابوت يقدر يرقص فوقيه. ده واقف عليه وبيقف فيه فعلا، واقف عليه وبيرقص فيه. ايوه يعني. سبحان الله. ايه اللي كان بيحصل ده؟ يا جماعه اتمنى تكونوا عجبكم، ما تنسوش لايك واشتراك، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.